احنا حضرنا اليوم اجتماع مع مجلس المحافظة الموقر وبرئاسة الأستاذ عبد الباقي العمري ومعية الأخوان من شركة توزيع المنتجات النفطية فرع ذي قار وشركة خطوط الأنابيب للتباحث حول الأزمة الحالية الموجودة في محافظة ذي قار اللي هي أزمة عامة في عموم محافظات البلد. طبعا احنا الآن الأزمة نقدر نقول شبه انتهت لأنه الكمية المنتوج قاعد توصل والكميات الاحتياج الفعلي اللي يغطي حاجة المحافظة. انطمن مواطنينا الأعزاء أنه حالة الخوف والهلع الموجودة عندهم غير مبررة، كون المنتوج متوفر كافة محطاتنا الأهلية والحكومية. قد يكون الوقت يعني في أوقات متفاوتة، لكن بشكل عام الأمور يسيرة لله الحمد وتحت إشرافنا وأنظارنا وبمساعدة الأخوة في مجلس المحافظة والقوات الأمنية. وإحنا أيضا من هذا المنبر الكريم ندعو أخوتنا في القوات الأمنية وسيد قائد الشرطة وسيد المحافظ والمسؤولين كافة أنه يعضدون جهدنا كشركة توزيع المنتجات النفطية بتوفير بحماية المنتوج من قبل ضعاف النفوس، وندعوهم أيضا إلى محاسبة هذه الفئات التي تعتاش على أزمات المواطنين. وأني أشكر إذاعة المربد على هذا اللقاء.